أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الإخبارية المستمرة للأحداث بفلسطين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 33 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي السبت خلال مواجهات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. وأضافت وزارة الصحة في بيان لها أن مجمل الإصابات التي تعاملت معها كانت بالرصاص الحي والمطاطي. ومنذ قليل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة مستمرة وتستهدف حركة حماس. وأكد نتنياهو في كلمة مساء السبت أن الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات قوية وقاتلة للمنظمات الفلسطينية عن طريق البر والبحر والجو، وأضاف: تنتظرنا أيام ليست بالسهلة، وعلينا جميعا التوحد في مواجهة الإرهابيين والمخربين، وذلك على حد زعمه. وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جانب آخر اجتماعا طارئا لمتابعة الوضع في الأراضي الفلسطينية كافة، وذلك بحضور رئيس الوزراء محمد أشتيه وقادة الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين. واستمع عباس إلى تقارير مفصلة حول الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة سواء من قبل المستوطنين أم الجيش الإسرائيلي، وذلك بحسب الوكالة الرسمية وافا. وقتل 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة جوية بغزة، بينهم 6 أطفال بحسب ما قاله مسؤولون فلسطينيون. واستهدفت الغارة الإسرائيلية مبنى في مخيم مكتظ باللاجئين على ساحل غزة، والوحيد الذي نجا من الغارة طفل يبلغ من العمر 5 أشهر، عثر عليه تحت الأنقاض بجانب والدته المقتولة. وأكد مسؤولون إسرائيليون أن حوالي 200 صاروخ أطلق خلال الليل، بعضها أصاب مباشرة مباني في مدينتي أسدود وبئر السبع دون وقوع إصابات. وتتزامن هذه المعارك مع اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة، عندما أنشأت إسرائيل في عام 1948، وطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم. وشهدت الضفة الغربية مواجهات عنيفة يوم الجمعة قتل فيها 11 فلسطينيا في اشتباكات مع الجيش، وذلك لا تزال المواجهات مستمرة وتفاقم الأمور بات حقيقة متوقعة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة القتلى وصلت إلى 165 فلسطينيا، وتجاوز عدد الإصابات 1500 إصابة. وأيضا يعني بتتواصل الهجمات الصاروخية من غزة على وسط إسرائيل، فقد سقط صاروخ بعد الظهر يوم السبت في شارع في رمات خان إحدى ضواحي تل أبيب، وأدى إلى مقتل رجل واحد. كمان قال مسعفون إسرائيليون إن رجلا في الخمسينات من عمره لقى مصرعه إثر سقوط صاروخ على مبنى في رمات خان إحدى ضواحي تل أبيب. مستمرين مع حضراتكم ومستجدات الأوضاع بفلسطين، حيث نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الشرطة قولها إن المنطقة أصيبت بصاروخين وإن عدة أشخاص آخرين أصيبوا، ويستمر الإبلاغ عن مزيد من الضربات الصاروخية التي استهدفت العديد من المناطق في وسط إسرائيل. وانهار مبنى به مكاتب وكالات وقنوات إعلامية في قطاع غزة بعد ضربة إسرائيلية استهدفته. ويضم برج الجلاء في غزة مكاتب وكالة أسوشيتد بريس أكبر وكالة إخبارية أمريكية ومكاتب شبكات تلفزيونية أخرى. ودافع الجيش الإسرائيلي عن قصف المبنى السكني قائلا إنه حذر السكان وأعطاهم متسعا من الوقت لإخلائه. ونشرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين سافكي للتو تغريدة على حسابها في تويتر قائلة: لقد تواصلنا مباشرة مع الإسرائيليين وأبلغناهم أن ضمان سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية في غاية الأهمية. وكان سكان مبنى الجلاء في غزة الذي يضم مكاتب ووسائل إعلام أجنبية قد دمر بالكامل بعد تنبيه المخابرات الإسرائيلية للسكان بضرورة إخلاء المبنى قبل 10 دقائق فقط من تدميره. ومن المتوقع أن يعني يعقد
أو يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً مصغراً لمناقشة الوضع الأمني الداخلي، وسيلتقي عقب ذلك بوزير الدفاع بني جانس وعدد من المسؤولون الأمنيون لتقييم الوضع. كمان خليني أقول لحضراتكم أن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذرت الجيش الإسرائيلي وأيضا الجماعات الفلسطينية المسلحة من أن الضربات الجوية والهجمات الصاروخية على المناطق المدنية المكتظة بالسكان وكذلك استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين قد تصل إلى جرائم حرب. ودعت ميشيل باتشلي في بيان صدر في جنيف إلى إجراء تحقيق مستقلا في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، ودعت إلى وقف تصعيد العنف، وقالت على مدى الأيام العشر الماضية تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل بمعدل الوضع في الشيخ جراح في المنطقة المحتلة تدهور بشكل خطير نتيجة التهديدات بالإخلاء القسري لأسر فلسطينية والوجود الكثيف للقوات الإسرائيلية والعنف حول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وأيضا التصعيد الشديد للهجمات من غزة وإليها. وأضافت أن التحريض المروع على الكراهية العنصرية والعنف في إسرائيل أدى إلى هجمات عنيفة وإلى خسائر فادحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. نشدت الحكومة الإسرائيلية مباشرة لاتخاذ خطوات لوقف العنف بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في بلدات اللد وحيفا ويافا والرملة. وقالت باتشلي إن أعمال العنف كانت منظمة على ما يبدو، مضيفة أنها قلقة بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة الإسرائيلية فشلت في التدخل عندما كان الفلسطينيون يتعرضون لهجمات عنيفة، كما أدانت ما وصفته بالخطاب التحريضي من جميع الأطراف. كما أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخر مع الفلسطيني محمود عباس، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في غزة بعد تصاعد التوتر، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الأمريكي أعرب لنظيره الإسرائيلي عن أمله في إنهاء العمليات بالقطاع. وخلال الاتصال الهاتفي أكد نتنياهو لبايدن أن إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لتجنب الإضرار بالأشخاص الذين لا يشاركون في قتالها مع حماس وجماعات أخرى في غزة. في غضون ذلك ذكرت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى اتصالا هاتفيا مهما من بايدن، وخلال الاتصال دعا الرئيس الفلسطيني إلى تدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع عباس للتعبير عن التزام أمريكا بتعزيز الشراكة الأمريكية الفلسطينية. وتعد هذه المكالمة هي الأولى بين عباس وبايدن منذ وصول الرئيس الديمقراطي إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي. ويذكر أن بايدن أرسل الجمعة مبعوثا إلى المنطقة في مسعى إلى تهدئة الوضع. يعني هذه كانت أبرز المستجدات والأحداث المتعلقة بفلسطين، ونحن دوما بنوافي حضراتكم بكل جديد. انتظرونا في تغطياتنا الإخبارية المتتبعة على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.